Wer die Liebe und Respekt من يزرع الحب والاحترام يحصد الحب والاحترام ويجب على المجتمع الألماني وعلى اللاجئين أن يبذلوا جهودهم للوصول إلى نتائج. نحن الآن لدى النذير الريادي أمس بيت الهامبورغ ونريد أن نتعرف على هذه المؤسسة الريادية تحت المجهر. نريد بالدرجة الأولى أن نساعد محاولات الاندماج وتقديم محيط اجتماعي للاجئين وصمام تنفيذ صمام لما يعيش هؤلاء والعواطف وكذلك الانطباعات العدوانية. وأظن أن الرياضة هي أحسن ما يمكن أن نقوم به، وهنا لدينا الإمكانيات في هذا المجال. وهكذا ولد البرنامج الرياضي خلال مدة 4 حتى 6 أسابيع، وكان لابد من بذل جهد، ولكننا حصلنا على نتيجة يمكن لنا أن نشعر بالفخر. ويجب أن تبدلوا هنا شعوركم العضواني، وهذا يعني إرادتكم للانتقال إلى مرحلة الهجوم. حينما أتيت من أفغانستان أردت أن أجد هنا من كل بُت فرصة لممارسة الرياضة، وقد مارست الرياضة كثيرا في أفغانستان. وحين أصبحت أخيرا واثقا من نفسي قام صديق لي في المخيم بإدارة وتنظيم ذلك. إن نصيحتي لكل هؤلاء الذين أجبروا على الحروب إلى هذا البلد فهي لا تبددوا وقتكم بالنظر فقط، وإنما فتشوا على إمكانية وجود فرصة للتعليم وممارسة الرياضة، لأن البقاء في المخيم ممل جدا. وعلى الأخص حينما يكون المرء واحدا، نعم، وهذا يساعد المرء في إيجاد طريقة في المجتمع. هل تقابل هنا كثيرا من الناس؟ نعم، فإنك تقابل كثيرا من الناس وتتعرف عليهم، وبهذه الطريقة يتعرف المرء على الثقافة الألمانية. لقد فكرنا عن إمكانية توسيع ذلك، وقسمنا هذه الأنشطة إلى فئتين، فئة رياضية للكبار وفئة رياضية للأطفال، وثم بحثنا عن أماكن الاندماج اللاجئين فيها. نحن نعمل قسم رياضة الكاراتيه، وكما يرى المرء كرة الطويلة ومبارزة بالسيف. هناك إقبال كبير على كرات القدم. يوجد لدينا مجموعة من رياضة الكرة. لدينا لياقة بدنية وذلك مهم جدا للكبار. وهناك برنامج خاص للجمباز للوالدين مع الطفل، حيث أننا أدركنا أنه من الصعب جدا أن نأخذ الأطفال تحت رعايتنا وأن يأتوا إلينا. لذلك أنشأنا دورات يمكن للوالدين الحضور إليها. هناك إقبال شديد على هذه الدورات ويزدد ذلك يوميا، ويوجد مشرفين يهتمون بعائلات اللاجئين ويهتمون أيضا بأن يحضر للاجئون إلينا في نادي الريادي، ويرافقنا هم مرتين للتدريب، ومن ثم يستطيعون الحضور وحدهم. صديق في هامبورغ ولد هنا ويعيش هنا. كنت بطلا في ريادة المبارزة بالسيف في أفغانستان، وأردت أن أمارس ريادة المبارزة في هامبورغ. فقال سنجد لك شيئا ما، وهكذا حضرت إلى هنا. هذا جيد، وكلهم لطيفين معي. لم يكن باستطاعتي أن أشتري معدة المبارزة، فأعطوني كل ما أحتاجه، سيف، غطاء الرأس. هذا جميل جدا. I have a message as a youth. إنني أنصح كل من أتى إلى هنا وغادر بلاده من أجل معيشة أفضل هنا، أو يكونوا ناشطين، وأن نفتشوا عن إمكانية لممارسة الرياضة، وأن يتعلموا لكي يبنوا لهم علاقات اجتماعية وتعرف على أشخاص، فهذا ممكن هنا. To be in a social environment and get relationship
with the people. ومن الأفضل حينما يكون هناك من يشرف على ذلك والغالبية لديهم مشرف وهذه هي تجربة وفيما عدا ذلك فهناك مشرفين في مراكز مخيمات الاستقبال يقدمون المساعدة ويمكن إرسال رسالة إلكترونية إلى عنواننا في البريد الإلكتروني refugees@etv-hamburg.de ستصل الرسالة الإلكترونية إما لعندي أو لعند زملائي فنحن لدينا مشرف في كل قسم ونوازع البريد إلى الأقسام المختصة